مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. كل من شاف هذا الفيديو اليوم، الفيديو تبعنا راح يكون عن قصة الخاتمة الثالثة الصغيرة. فقبل ما نبلش الفيديو ان شاء الله تروحوا على اسفل الفيديو وتحطوا لنا لايك وتشتركوا في قناتنا اذا انتم مو مشتركين وتفعلوا الجرس. يلا نبدأ. انا كتير كتير تعبت في هذا البيت، من عمل البيت، اشغال البيت والطبخ وكل شيء. ماما فينا ملابسي، انت شفتيها؟ هي في الغسالة. كيف هي في الغسالة؟ بتقولي في غسالة؟ انت ام ولا ايش؟ انت ليش ما غسلتيها؟ يا ولدي انا كتير تعبانة، الام ما تتعب، راح اروح من غور على وجهي، غور على وجهي، راح اروح من هون ما راح اعود. راح اروح وما راح ارجع، راح اروح مع رفقاي وما راح ارجع. ماما انا كتير جوعانة، ايه اللي عملتي في الطبخ؟ غوري انتي كمان ونقي. بقيت وحيدة في المنزل، كل عمرة اللي بعمل لازم اشوف حل، حتى سبس مساعدتي. الو مساعدتي، شوفي انا كتير كتير محتاجة لك، تعالي بسرعة تركي كل شي وتعالي. اللي حاصل مع رئيستي، انا لازم اروح عنده، عندي كتير اشغال بس لازم اروح عنده. اللي حصل لك يا رئيستي؟ ساعديني. عدي عدي يلا احكيلي، يلا احكيلي. انا طردت ابني وبنتي من هون. اللي عملتيه وليش هيك؟ لان انا خلاص تعبت، انا من عمل هون والله انا كتير تعبت. الحل كتير باين حبيبتي، جيبي خاتمة. انا مو لازمني خاتمة، لازم لي ثلاث خادمات، ثلاث خادمات. انا فين بدي اسيبهم؟ بتعرفي هلا هذا الزمان النسوان ما بيعملوا هيك، ما بيعلموا مع نفس العمل. انا جيبي لي هاد ثلاث خادمات او اتردك، هاد راح تجيبهم لك اليوم مو هلا، اليوم مو هلا. حاضر حاضر. انا كيف بتجي تجيب لها ثلاث خادمات؟ وكتها في ثلاث خاتمات. احنا يوم من درسنا ما عملنا، والله معاكي حق، احنا من يوم اخذنا ديك الاجازة ولا واحد نادانا، بس لما كنا ندرس في عمل هيك في عمل، ومن هون دراس. احنا كنا كتير نتعب. طين طين سلمى، ليكو قد ينادي لي. يلا روحي يا ترى، روحي افتحي الباب. يلا راح روح. السلام عليكم، انا محتاجتكم، تفضلي. نادي لي اخواتك، راح اجيب لك فنجان قهوة بعدين. ماشي، بس اسألك منو انتي؟ نادي لأخواتك عشان تعرفي. نعم جدو، خذيني على المحاد. يلا تعال شوي شوي عليك. جدو بتحتاج شي؟ لا ما فيش شي، انا بدي اعود هيك لحالي. ماشي. فتحت الباب، منو كان عم لسه ما اجت؟ منو كان على الباب؟ في حدا مرة تحتاجنا. منو هاي مرة؟ وش تريد منا؟ احنا ما عندنا ولا شي، خلينا نروح نشوف ايش فيها. يلا، بس اولا خلينا ناخذها فنجان قهوة. هاخذ لا تبعي. نعمل هاي قهوة، انا عملتها،
شاطرين. انت ليش ناديتينا كنا هيك وانت منو؟ انتم خادمات صح؟ خادمات ايه طبعا. انا بحتاجكم. واخيرا انت روحوا لبيتك. لا هي رئيس هي تبع الرئيس. وانت هلا بس بحتاجكم بليز. خلينا نتشاور مع جدو وبعدين نجي عندكم براحتكم. نعم يا بنات، ليش اجيتكم كلكم؟ ايش بتريدوا؟ مصاري؟ لا يا جدو، احنا ما نريد شيء. احنا بدنا نقول لك شيء. جدو احنا نادونا في العمل وقالوا لنا انه هلا لازم نروح على العمل ونبدا العمل. بتروح على العمل؟ يا جدو اذا بتسمح لنا انت بتعودوا بالليل شوي. بالليل لحالكم؟ يا جدو بتعرف احنا محاربات ما رح حد. وفينو هذا العمل؟ لسه ما قلت لناش. لسه ما قلت لكم شو انتو بدكم تروحوا؟ يا جدو احنا رح نساعد بعض البعض. انا خلاص تعبت من حكي. روحوا يا جدو. ما تزعلش. مش عازل هخليك. وانا كنت امزح عن قد يا جدو والله. يلا خلينا نروح. بنجيب لك شيء يا جدو قبل ما نروح؟ لا لا انا بعرف لحالي، بعرف يمشي كل شيء. انتو بتهتموا فقط فيي. ماشي ايه إليه لكم قدكم. حنجي معاك. الحمد لله شكرا كتير. بتعرفوا انا كنت رح اترد من الشغل وانتو هترجعوا على الشغل. ماشي يلا نروح. استنى اجيب حقيبة بعدين. حقيبة ايش؟ بعدين اقول لك. ماشي يلا روح. انتم الخادمات؟ بس انتم كتير صغيرات. منو عايش معاكم؟ احنا اصلا دايما بنعمل. هلا انت شفتينا قدت، بس احنا كتير ادب. واللي عايش معانا قدنا. قدكم؟ قدكم كبير وتركتوه وحدكم؟ لا هو بيعرف اي شيء. هو كتير كبير وصحته جيدة. يلا قولولي انت ايش اسمك؟ انا اسمي تارا. وانا سلمى. وانا لينا. اسمعكم كتير حلوة. وقولولي تارا انت في اي موهبة؟ موهبتي الشغل هي انه بطبخ كتير حلو. وانت يا سلمى؟ موهبتي انه اساعدك في البيت. اي شي بتطلبيه مني اعمله. الطبخ، الغسل، غسل الملابس، اي شي. وانتي؟ انا برتب البيت وامسح الغبار وانظف الارضية. شي كتير حلو بتعمله. انا حلمي هو انه كل هاي الاشغال بتعملوها. واخيرا وقتكم. والشهرية تبعكم هي؟ مدام هذا مو غالي؟ لا لا عشان تستفيدوا يعني كلكم. انتو تتقاسموا كلكم مع جدكم كمان. هلا فيكم تبدو لانه كتير حالة نظيفة. متسخة قصدي. بعرف هذا الشيء. انا اظن انه اليوم كتير استمتع. براحتكم تجول في البيت براحتكم. وانتو هلا ما راح تتيهوا في البيت. اكيد انا راح اتيه لان البيت كتير كبير. لا ما راح تتيهوا. تجولوا فيه وتعرفوا على أماكن بوحدكم. وانت يا مساعدة تعالي أقولك. هي كتير ثرية. كيف تقبلت فينا هيك؟ والله تقبلت فينا. وهي أحسن محتاجة لهيك لعدة خدمات. وقولي لي اللي جبتيه الحيبة؟ اللي جبتيه هاي مجنونة. مجنونة جبت صورة أمي وجبت هداك اللي بنحطه سر على الطبخ. آه والله شكلك مو مجنونة. شكلك طيبة كتير. ماشي خلينا نبدأ. نعم قلت انك اقول لك شكرا كتير لك انه قلتي لي هذا. بس فين عايشين؟
عايشين في الطبق الاول. ايش في الطبق الاول وانا هلا ايه؟ والله ما كنت اعرف. ماشي هلا اعتني فيهم كتير كتير منيح. وهلا خلينا ندخل خلينا نشوف اللي عملوه. يبدو احنا انتهينا. هلا فينا غادر اللي بتعملوا هون يا خادمات؟ ما دام احنا انتهينا وهلا رايحين. رايحين؟ انتوا انتهيتوا من كل الشغل او ايش عملت؟ والله يا مدن احنا رتبنا كل شيء. واذا بدك شوف بعينك انا كثير صادقه فيكم. انتي بتعمل خياطه؟ اه خياطه. قالوا لي اخواتي انه بدنا تصمنا هيك ملابس كثير حلوه. احنا قلنا انت اللي قلتي. انتوا اللي قلتوا اسكتوا. والله رح صمم لكم احلى ملابس تفرحوا فيها. حتى رح صمم لقدكم عن جد هدية كتير حلوة رح نفاجئوا فيها. وهلا اقول لك مع السلامة لانه هلا الليل وقده كتير هو يستناي. معلش فيكو واحد تقعد مع جدها يعني يوم بيوم؟ والله شكرا بس رح نشوف اذا هيك. ماشي مع السلامة. ممكن تستني شوي؟ استنوا يا جماعة. اللي جبتيه هاي الحائبة؟ ورجيها. أورجيها وليلها. بس أنا جبت صورة أمي الله يرحمها. وجبت كمان جبت أحدى سر تبع الطبخ. أمك الله يرحمها سر تبع الطبخ إيه هو؟ الصوص تبع الشوشي. هذا هو السر تبع الطبخ؟ نعم. ماشي تعرفي رح احفظ سرك. وغدا كمان تجو رح نجي هيك بالساعة المساء. بتعرفي لي ما بيبقى لوحده معها. ماشي بس احتاج وحدة الصبح. رح يجي انا. ماشي شطورات يلا مع السلامة تصبح على خير. وانتي مساعدة ما تروحي؟ ظن رح ابقى معك. ماشي عندي كلام معاكم. يلا مع السلامة انتو. مع السلامة. بدي اقول لك شيء. نعم تفضلي. روحي ابحثي لي على اولادي. ايش ببحث على اولادك على هاي الساعة؟ انت مجنونة. احدردك تتردين مرة ثانية؟ انا هلا وقلت لك هاد الخادمات الثلاثة الصغيرات هاد البنوتات الكيوت. وهلا بدي اوقد اولادك. بركي بيجي الصبح. بليز. ماشي خلينا نتصل فيهم وانا بتصل. ماشي فينو هاتفك؟ هاتفي هنا رح جيبه. الو منو معايا؟ انا بتصل فيك. منو؟ مساعدة امك. وليش انت اتصلتي فيا هلا؟ انا بركي انه بقول لك ان امك عم تقول لك انه انا مسامحتكم وبترجاكم سامحوني. انا كتير اسفة. وكما قلت لكم رجوع على بيت عندي كتير مفاجأة لكم. قولها اللي بدك تخططيه. قالك اللي بدك تخططيه؟ قلو تعالوا على البيت وتشوفوا اللي بدك تخططه. قلت لكم تعالوا على البيت وانا رح اخطط معكم. شوي ونجي. اللي قالك شوي ونجي؟ الحمد لله شكرا لك. هلا انا اروح لانه زوجي بيعيط علي وعندي كتير اشغال تركته. والله انا كتير اسفه يا مساعدتي. غدا عندك اجازه؟ عن جد؟ الحمد لله ما راح يجي. مع السلامه اصبح على خير. كتير كتير نحصاني. يلا مع السلامه. وهيك يا جماعة كانت نهاية تبع خادمات صغيرات. معقول انه خادمات هناك صغيرات عم يعملوا وبيتعبوا كتير كتير خصوصا انه عندهم قدام. اذا شفتوا الفيديو ما تنسوا تحطوا لنا لايك وكمان تشتركوا في قناتنا وتفعلوا الجرس. ولكم باي وتصبحوا على خير.